السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. أولا وقبل كل شيء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. يلا سيمو حسين المدرب السابق معد بدني تبارك الله. على شي حاجة اللي وقعت شحال هذه في سيمو خاز واحد الخطره كنتريني بالدراري ومشينا باش نطلعوا للجبل ولقينا الواد حامل. قلنا ما كاين مشكل راه نقدروا ندوزوا هذا، ولكن قلت لهم ضروري خصنا ندوزوا. دابا حنا علاش درنا داك لونترينمون؟ حيت التيران ديال الريش واحد الوقت كان خوه بالشطابات وبالماء قبل ما يديرها الزين درناها حنا. كنا كنخوه بالشطابات اقسم بالله فهمتي، كان خوه وديك شي بلايص معروفين في التيران عندنا اللي فيهم دوك البياك المائيه معروفين، كان خوه بالشطابات بالماء بالسطوله. والمهم التيران كان جوج قوداسات، واحد في لاميطون واحد في هذا بالغيس. قلت لهم غادي نمشيو ونترينيو ونترينيو على هاد الظروف هادي ديال الشتا هادي. التيران كتبقى فيه الشتا راه سيمانه كيبقى فازل. ومشينا يلاه تزنا الواد واحد رشيد، واحد حبيبنا رشيد، كنا كنقولوا له الحمد لله هو رشيد الناصري الله يذكره بالخير، دابا يمكن في فاس ولا في مكناس. ومشى مع واحد رجل روجي تيقرف وداه الواد كيشرب الماء كاين زي الطايرين كاين واحد واحد مش واحد راه عاود لك من جلالك بلا رائع هذاك الشيء. شوف جبدناه وغادي تجي واقيلا لعبات معنا ملي جيت، لان واحد الوقت كنت كتلعب معنا بالجيت وثلاث سنت كانوا كيلعبوا في الجهه ديالنا. كانت الملحقه فيها واحد المجموعه ديال الافراقي بينهم ملي جيت وثلاث سنت، ولعبات معنا ملي جيت في هذيك اللحظه في هذاك التاريخ وفي ذاك الغيز هذا وغلبناهم. ومشينا لملي جيت نلعبوا الروتور، فاش مشينا لملي جيت نلعبوا الروتور دخلنا واحد الحمق غلبونا بواحد الصفر ما كان عندنا واحد، وكان الشتاء والغيز ودخلوا واحد الحمق مات الله يرحمه شي واحد تما ولد واحد التاجر ودخلوه قالوا له دخل جلسوا في التيران، ودخل ذاك الحمق ما بغاش يخرجنا من التيران، كان خرجوا ويضيع خمسه دقائق عاودوا يصيفطوا يدخل التيران. واحد الوقت المهم مشيت جلست له انا في السونتر، جا الاربيتر قال لك شي قلت له انا حمق اسيدي حمق حمق جلست له انا في التيران قلت له والله ما نخرج يلا نشوفوا حنا حمق هذاك حتى انا حمق هذا مدرب حمق يا ومن بعد. المهم حكايات واحد النهار نعاود لكم واحد الحكايه هذه راه كضحك ولكن هذا واقع. مشينا نلعبوا مع اوفوس، وصلنا لاوفوس كان حبيبنا وصديقنا الله يذكره بخير وكنحيوه من خلالكم اللي هو مصطفى يفلاح، الاستاذ مصطفى يفلاح كيقري في اوفوس، كان استاذ في اوفوس واستقبلنا ورحب بينا ودانا واش المدرسه ولا اعداديه. المهم كانت ديو الغدا ديالنا معنا، تغدينا في المدرسه ملي سالينا الغدا هذاك الرئيس ديال ذاك الفريق صديق ديالي السوسي مولاي علي استاذ ديال الرياضه، بحكم انني كنت في الملحقه من المؤسسين ديالها وكنت كاتب العام ديالها، ومولاي علي معنا في سميتو في الكوميتي. مشينا باش نلعبوا معاهم اش غادي نكتشفوا السي خالد، اكتشفوا ما عندهمش التيران ما عندهمش التيران او فوز غادي نلعبوا ما عندهمش التيران. قالوا لنا ودي راه كاين واحد التيران ما عطاش الزريقات، مشينا للزريقات لقينا التيران. حنا كنا كنديبلاصو في الترونزيت 107 ولا 207 سميتها، وكنهزو واحد لي بون دوك الكراسه، كان دوك الكراسه 200 ايزاج الكراسه كنجلسو فيهم في التيران في لوبو، كنجلسو فيهم في الترونزيت، كنجلسو فيهم في الفيستير، واحد الكراسه طوال ودينا الكراسه طوال عطينا لوفوز ديالهم وعطينا ديالنا، وعندنا الكورده دورناها مع التيران ودينا الشباكي حنا اللي عطيناهم الشباكي. صدقنا قلت لهم دابا حنا استقبلنا اللي مستقبلين خص غير نخلصوا لي زاربيط حنا وصافي. صدقنا مستقبلين فيه داونا واحد التيران في الدخل، قالنا ما عندهمش التيران، حنا مشينا على اساس نلعبوا وتغدينا وقلنا لهم نمشيو للتيران، قال لك ما عندناش. هذه فرقه مع العصبه مع الملحمه ما عندناش فرقه ما عندناش تيران. ودي راه الظروف فاش لعبنا ولعبنا الكره ظروف صعيبه. الحادثه ديال التونيات ما التونيات تونيات واحد الخطره كنت كنتريني بواحد الفرقه صغيره في الريش اللي هي رابطه التحميدات، هادشي السي خليل 89 ولا 90 يعني التاريخ. والحمد لله هذوك الفرق الدراري ترينا معايا منهم اللي لعبوا في الفرقه منهم اللي كذا منهم اللي دابا منهم مصطفى والشيخ هو قبيله في الوطيل قال لك راه كيفاش. المهم انا ما جمعناش شي خمسه دراهم لواحد ولا جوج دراهم ولا، المهم غادي نجيبوا التونيات. مشيت انا لمكناس جبت لهم التونيات، قالوا لك خص يكونوا فيهم السبيعه رابطات مكناس باش دير ديك رابطة التحميدات كيخصك الامكانيات ديك الساعة وهذا والطباعة وكذا وكذا. راه التكنولوجيا ما كانتش متطورة في راه تونس ما يمكن 90، تعطلت انا واحد السيمانة
ثلاث سيمانه المهم راه عطاوني شي شهر 15 من البتون قالوا صافي بوحشين كلا الفلوس اهرب هربنا بالفلوس صافي هرب انا سمعت في با وخوتي ودارنا على 16 راه ما كملش شوف دابا حنا توارثنا واحد القضيه في ديك البلاد في الريش كنقولها وكنتحمل المسؤوليه هذا توارثناها الا شي واحد نجح ضروري نقلبوا له على ديك الجهه المظلمه فيها ما كنقلبوش على الجانب المضيء في الانسان ايجابي فيه تنقلبوا على الجانب المظلم أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.